السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طيبين؟ معي واحد هلالي، ابى اعلمكم يا عويران ويا والثاني والثالث يتكلموا عن الهلال. الهلال بيجيب الاسوية، بيجيبها. او هذا معي هلال، شوف وش يتابع. ها كيف الحال يا شباب؟ حياك، شو اخبارك؟ طيب سلمى، من مباراته هذه؟ النصر والفيصلي. النصر والفيصلي. من تشجع؟ نشجع الفيصلي عشان ما زالت مباراة داخلية. يا سلام، لو مثل النصر برا نشجع، يمثل الوطن. تمثل ايش؟ الوطن، عندنا وطنية. يا سلام يا سلام. طيب يعني الحين لو النصر لعب مع اللي يلعب بعد بكرة وبلعب معه، من تشجع النصر ولا تشجع؟ النصر ما دام يمثل السعودية يا اخوي، انه خلاص السعودية فوقنا كلنا. طيب ليه؟ هذا الصح، بلا تعصب بلا خرابيط، هذا الصح. طيب التعصب زين ولا زين؟ لا ما هو زين ولا نعرفه بشر. شفتوا يا شباب، يعني ما نعرف التعصب. هذه كورة. أيه. ومتعة. أيه. تقضية وقت، ما هو والله أنا تعصب ولا واحد يقول لك إنه مشجعين مات وواحد جت أعصاب وواحد، ما يصير. طيب توقعت مباراة اليوم؟ إن شاء الله تعادل 1-1. إن شاء الله بإذن الواحد أحد. طيب أنا أتحداك يا هلالي، لأن هالناحية محلية، أنا أتحداك. إي محلية. وليه أحبكم هلاليينكم؟ شوفوا بس متواضعين أنتم صراحة. نعم إنا متواضعين. كثر بطولاتنا متواضعين. لا تقول كثر بطولاتكم. بلا بطولاتكم كثيرة بلا أخلاط. لا تقول بطولات. طيب شوي. طيب أنا أبغى من كلمة أبي من كلمة حق. ما تقولون الحق. لا لحظة، أنا بقول كلمة حق تقولها لي. أقولها. طيب البطولات اللي عندكم هل هي صحيحة ولا صحيحة؟ كلها صحيحة وموثقة. تثبتونها؟ موثقة ومثبتة. تثبتونها؟ وعليها شهود. طيب. ناس حاضرين البطولة الفلانية والعام الفلاني والعام كل بها موثقة. طيب مشتبه. طيب ما فيها تزوير ولا شيء. ما فيها شيء. وموجود الكاس وموجود الدرع وموجود كل شيء، يعني موثق. أقول والله إنك ما تفهم. النصر عنده كيسانك وما أدري عنها، وصل عالمية بجدارة. وصلها بجدارة. لا تقول جدارة. ليه؟ خلنا في الواقع. ليه؟ بالترشيح. لا. أنا قارن الخطاب وعليه تحت خطوط حمر ترشيح، وطلبوا الأمير فيصل الله يرحمه ذيك الحين يقولون يعني مثل اللي رشحنا ورشح. بس. يستاهل ما يستاهل؟ يستاهل من ترشيح. هذا والله انك ما تفهم في هلال. يلا بعد المباراه نعلمكم. تقول كمنت واحد واحد. واحد واحد. انا اقول فوز النصر واحد غير واحد. غير ارقام اليوم، فوز النصر. واللعب اليوم من اللي بيضغط اليوم؟ يضغط النصر، بس الفيصلي سريع، هجماته سريعه. هجمات سريعه. طيب وعندنا واحد ثاني نصراوي بنعلمكم. الجنسيه المصريه. اصدقائنا. من اللي بيفوز اليوم؟ ان شاء الله النصر 3. ان شاء الله النصر بيفوز 3. 3. المباراه الماضيه قلت 2-1 وكبكب. 2-1. طيب احسن احلى من برشلونه يلعبون اليوم. بتشوفوا النصر احلى من برشلونه. طيب مدامك تعال ثلاثة، مدامك احنا مصري، بنتمنى بكره يوم السبت يفوز الهلال ولا الثاني؟ وراوا. بما اننا قلبنا نظيف. ايه؟ نتمنى الهلال يفوز. يا نبغى احنا اللي نغلب الهلال. بس شفتوا يا جمهور، ما حد يغلب الهلال من غير النصر. شفتوا عالمين. شفتوا عالمين، حتى يعني اخونا المصري هذا اخونا النصر. النصر ترى الهلاليين حبايبنا، بس احنا خايفين على اسيا، وان شاء الله اسيا نصراوي ان شاء الله. نصر اسيا؟ لا نصر هلاليه ان شاء الله. هلاليه؟ هلاليه. ايه هلاليه. ها احنا نحبهم ما زي يوم يحبون. الله يعطيك العافيه. هلاليه ان شاء الله. شفت يعني تعصب، وانت ايش تقول في المصري؟ اقول كلام الصحيح ومزبوط. كان يعني ما قال لا لحد. طيب ليه جمهور النصر يتعصب عليكم؟ ليه بالمصريين؟ ليه يتعصب جمهور النصر عليكم؟ ليه؟ هذا قله قليله. لا بالله قليله. الله يعطيهم العافيه، يصلح بالهم ان شاء الله. ونقول للجمهور العالمي شجع فريق الزعيم لانه يستاهل، فريق سعودي.